أدان أمير الكويت صباح الأحمد الجابر العمل التخريبي الذي استهدف سفن قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير الكويت مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بن سلطان. وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أدانت في وقت سابق العمليات التي استهدفت السفن التجارية الأربع والتي تمت بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية للإمارات.